هذا وشارك المواطنون والمقيمون بمملكة البحرين العديد من الدول العربية والإسلامية البهجة بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، حيث أدوا الصلاة في كافة مناطق المملكة بأجواء روحانية وفرحة وفرحة غامرة بتمام شهر الصيام. خرجوا فرادى وجمعتهم مصليات العيد في صفوف متراصة تملأ تكبيراتهم سماء مملكة البحرين، فرحين باستقبالهم عيد الفطر المبارك وما تحتله هذه المناسبة من مكانة في نفوس المسلمين لارتباطها بإتمام فريضة الصيام، سائلين المولى عز وجل قبول طاعاتهم وأن يعيد عليهم شهر رمضان المبارك أعواما عديدة. وأدى المواطنون والمقيمون صلاة العيد في المصليات المعتمدة في مناطق المملكة كافة وسط أجواء إيمانية رسمت على وجوههم الفرحة باستقبال العيد السعيد. ويستغل المواطنون والمقيمون في مملكة البحرين هذه المناسبة لتعميق الترابط بين أفراد المجتمع واستمرار التواصل فيما بينهم من خلال الزيارات واللقاءات لتبادل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة في مشهد يعكس مدى ترابط الشعب البحريني ووحدته.